طبعا في دار الأوبرا المصرية، وبالتحديد تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، قام دكتور محمد أبو الفضل رئيس الهيئة بتكريم الفنان سمير صبري في ليلة حب فنية قامت بتنظيمها إدارة الثقافة السينمائية. وفي كمان حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والثقافة زي الفنانة القديرة نبيل عبيد، لبنى عبد العزيز، نجوى فؤاد وغيرهم. طبعا كان في اكتر من نجم وكانوا حريصين على وجودهم بجانب صديق العمر سمير صبري. الفنان القدير سمير صبري عبر عن سعادته بالتكريم ده في حياته، واعتبره ان هو اهم تتويج لما قدمه من اعمال طوال مشواره الفني وكمان اثناء التكريم. وتم توجيه دعوه لكل الفنانين والادباء للمشاركه في القوافل التنويريه، واثناء التكريم كمان تم عرض بعض من تاريخ الفنان سمير صبري الفني والاستعراضي والاعلامي. كاميرا صباح الورد ما كانش ينفع طبعا تفوت مناسبة زي دي، وكان لازم تكون مع الفنان القدير سمير صبري في يوم تكريمه. جرت العادة، وده شيء أنا كنت ضده طول عمري في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة، انهم يكتبوا نحتفل برحيل ام كلثوم. ها انا ما بحتفلش برحيل ام كلثوم، لان ام كلثوم لا ترحل ولا عبد الوهاب يرحل ولا اي حد من العظماء دول، الادباء والفنانين والكتاب والصحفيين ما زالوا معانا. بتقولي انيس منصور كانه عايش معاكي، مصطفى امين كانه عايش معاكي، فانا كنت دايما احب اقول انا احتفل بعيد ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي هو في 17 مارس من كل عام، وهو كان يحب ده برضه، كان يقول انا ما اعرفش ليه يعني بيفكروني ان في سنه راحت من عمري يعني. ف جميل جدا ان الفنان يشعر ان مشواره ما راحش هدر، وان في ناس فاكراه، خصوصا اللي بيبقوا بعاد عن الاضواء. ياريت تتكرر هذه التجربة من قصور الثقافة ومش بس في القاهرة. أنا اللي سعيد قوي إن الشيء ده حصل وأنا عايش، إني أشوف زملاء لي، أشوف المخرج محمد عبد العزيز فنان الكبير اللي معاه عمل أحلى أفلام من أهلاً يا كابتن لداء القلب، المنزل، العائلة المسمومة، العالم، عيالات، زميل عمر، حيوا معايا محمد عبد العزيز. جميل، انا سعيده جدا بالفكره، يعني يكون قصور الثقافه الاهتمام بالسينما بيكرم الاستاذ سمير صبري، ده الفكره رائعه، واعتقد انها نشات يوم وفاه الراحل العزيز نور الشريف، نشات عند الدكتور محمد الفكره دي. فكرة رائعة، لأن الفنان لما بيعمل مشوار طويل ويلاقي في الآخر فيه تكريم فبيحس إن هو مش صح، إن فعلا قدم اللي قدمه له مقابل والناس فاكراه والناس عارفاه، ده بيديله حافز على الاستمرار. سمير له فينا كتير قوي، احنا ما كناش نحرص على حتى إن احنا نراه في أي مكان، يبقى احنا مش مخلصين ولا بنقدم له ذره من اللي قدمه لنا. النقطه الانسانيه اللي لفت نظري انا قوي 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 هي حكايه مداومته على الخير. هو بياخد سراير في المستشفيات للعلاج المرضى وعلاج الناس المحتاجين، انما ربنا يديم عليه النقطه الحلوه اللي هي الانسانيه دي، لانها دي حاجه جميله جدا. دي مناسبه ما كانش ممكن ابدا يعني تفوتني رغم الكحه والبرد اللي عندنا كلنا، لان الاستاذ سمير ده يعني اخ وصديق وانسان مخلص وانسان يعني كل الانسانيه، كل الصفات الانسانيه موجوده فيه، واحنا اصدقاء من عمر طويل، اتربينا في الاذاعه وعملنا فيلم اضرب الشحاتين مع بعض، وبعدين انا سافرت وهو كمل طلوع السلم الى السماء يعني. وانا مش بس بعزه وبحبه، لكن معجبه بيه جدا،
ومعجبة بالموهبة اللي ملهاش حدود الحقيقة، يستطيع أن يعمل أي شيء. والله شيء جميل جدا، وبشكر قصور الثقافة على تكريم فنان في حياته. وسمير صبري رحلة طويلة جدا، أنا شخصيا اشتغلت معاه كمساعد ثالث من بدايات السبعينات لحد ما أخرجت له، فبشكر. وده دور بقى قصور الثقافة أنها ترجع لما كان يحدث في الستينات، دورها الأساسي، وننور قصور الثقافة والناس تروح عشان ولادنا ما يروحوش حتة تانية.